بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلمها طبعا بمادة التربية الإسلامية مكون القسط، القسم السادس طبعا. أرعى حق المسكين قصة أصحاب الجنة، أرعى حق المسكين قصة أصحاب الجنة. إذن نبدأ بوضعية الانطلاق. أقرأ الوضعية وأعبر عن رأيي. زارت جمعية حيين التجار ودعتهم للإسهام في شراء أضاحي العيد لبعض الفقراء، لكن أحدهم أجاب بأنه أحق بماله من غيره، أحق بماله من غيره لأنه تعب في جمعه. ما رأيك في هذا الموقف؟ نعم، ما رأيك في موقف هذا الرجل؟ نعم، الإجابة عندنا بالنسبة لنا موقف خاطئ، تصرف غير صحيح وغير سليم، لأن المال الذي يملكه يتعين عليه إخراج الزكاة وإعطاء الصدقة للفقراء، وطبعا لا يليق بالمسلم أو الإنسان المسلم أن يتعامل بمال الله، فنحن فقط مستخلفين في الأرض بهذه الطريقة. لا يليق بالإنسان المسلم أن يتعامل بهذه الطريقة، فطبعا فالمسلم له صفة الرحمة والشفقة طبعا ومساعدة المحتاجين. ننتقل إلى أنشطة التعلم، أتمنى تكون صورة واضحة. نعم، نقرأ هذا القصة من قصص الوحي. كان لرجل صالح بستان عامر بمختلف أنواع الأشجار المثمرة ولو عدة أولاد، وقد اعتاد هذا الرجل أن يجعل نصيبا للفقراء والمساكين عند قطف الثمار، فكان يعطيهم مما رزقه الله بنفس طيبة إرضاء لله تعالى وسعيا لإدخال السعادة على قلوب أولئك المحرومين. فكانت غلة بستانه في ازدياد مستمر. لاحظوا حكم القصة اعتمد على مدار الصوف في صورة القلم. إذن فكانت غلة بستانه في ازدياد مستمر. شنو عيوقع؟ كنتمنى الصورة تكون واضحة، بعدا نقدوا الصورة. نعم هي قدوا الصورة مزيان تكون واضحة عاد نكملوا. فلما مات الشيخ، يعني الرجل الصالح، وورثه بنوه، وكان لو ربما يقول هناك رواية تقول خمسة أو رواية تقول ثلاثة من البنين، فكانت غلة تلك السنة التي هلك فيها أبوهم كبيرة، كانت واحد غلة كبيرة. فلما نظروا إلى الفضل إلى الخيرات طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه الثمار للفقراء، دعونا نتعاهد فيما بيننا ألا نعطي أحدا من الفقراء والمساكين في عامنا هذا شيء حتى نستغني وتكثر أموالنا. فقال أوسطهم هنا أي أعقلهم سديد الرأي وأقرب الأبناء شبها بأبيه الصالح، أشغلهم سيروا فيها سيرة أبيكم، فرفضوا. نتم القصة. فلما بيت أصحاب الجنة اللي هم أبناؤه النية السيئة، يعني عدم مساعدة الفقراء وعدم إعطائهم حق الله، أتلف محصولهم كله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذا الطائف ديال المزارعين قد تكون فيضانات، رياح تقتلع الزهور، دي إضافة والأشجار، هناك آفات دبا مثلا، العناكب، الحشرات، أو موجة صقيع. مهم طائف طاف عليها. ومعنى الصريم هنا قلنا أصبحت كالصريم يعني محترقة مثل الليل أو سوادي الليل. نعم نكمل هنا، أشرح طبعا أفهم وأحلل. ماذا كان يملك ذلك الرجل الصالح؟ ماذا كان يملك ذلك الرجل حسب القصة؟ نعم كان يملك ذلك الرجل الصالح، اسمحوا لي نقدها. نعم هي كان يملك ذلك الرجل الصالح بستان عامر ممتلئ بمختلف أنواع الأشجار المثمرة. إذن عامر بستان عامر بستان عامر. نعم السؤال الموالي يقول
كيف تعامل الرجل الصالح مع الفقراء؟ كيف تعامل معهم؟ نعم، عندنا هنا تعامل الرجل الصالح مع الفقراء حسب النص، جعل نصيبا للفقراء والمساكين، طبعا عند قطف الثمار، عند قطف الثمار، جعل نصيبا للفقراء والمساكين عند قطف الثمار. السؤال موالي، استخلص سبب فرح الرجل بما كان يتصدق به. سبب فرح ديالو هو انه كان يرضي الله ويسعى لادخال السعاده على الفقراء. ها هي، اذا هنا سبب فرح الرجل الصالح بما كان يتصدق به هو ارضاء لله تعالى. ما دام انه يرضي الله عز وجل فهو فرح، وسعيا ادخال السعاده، ما دام يدخل السعاده على قلوب الفقراء فطبعا هو يكون فرح. ادخال السعاده على الفقراء، اسعد الناس من اسعد الناس، هذا ما تلزمين، وسعيا لادخال السعاده على قلوب الفقراء. هل جواب ارضاء لله تعالى وسعيا لادخال السعاده على قلوب الفقراء والمحرومين. هنا ما هي نتيجه كرم الرجل الصالح؟ ما هي نتيجه كرم الرجل؟ هو ان غله بستانه في ازدياد مستمر. هاي غله بستانه في ازدياد مستمر. اذا نتيجه كرم الرجل الصالح غله بستانه في ازدياد مستمر. الان سنمر الى السؤال الموالي، والذي يقول اقارن حال الرجل الصالح مع حال ابنائه التي درستها في سوره القلم. اذا الحال ديالو مع الحال، طبعا سنرى، اسمحوا لي، ها هي، ان الرجل الصالح يجعل نصيبا للفقراء والمساكين عند قطف الثمار، يعني اداء الزكاه للفقراء والمساكين، وطبعا فهو يحصن طبعا خيره هو ما يملك. وابناء الرجل الصالح منعهم لاداء حق الله للفقراء ادى الى اتلاف محصولهم، احتراق البستان. دابا سنمر الى اقوم تعلمي، احدد موقفي مما يلي. اعطاء الزكاه والصدقه يعرض الانسان للفقر. اعطاء طبعا الزكاه والصدقه يعرض الانسان للفقر، سنرى. هذا طبعا خطا، هذا اعطاء الزكاه والصدقه يعرض الانسان للفقر غير صحيح، غير صحيح بتاتا. الزكاه والصدقه تحصن المال، تحصن اي تحافظ على المال وتنميه وتدخل السعاده لصاحبها. الذي يؤدي الزكاة والذي ينفق في سبيل الله طبعا تدخل السعادة لصاحبها، فهي تحصن المال وتنمي المال. نعم، هنا من الناس من يرى أن أداء الزكاة للفقراء والمساكين إكرام من الأغنياء لهم، إكرام. فالزكاة للفقراء والمساكين ليس إكرام فقط من الأغنياء، وإنما واجب، واجب، هذاك حق المسكين. من غير صحيح، الزكاة حق للمسكين، حق، فهي واجب على الأغنياء. أداء الزكاة واجب على الأغنياء. نرى الحصة الثانية شنو فيها. عندنا الحصة الثانية، أدعم تعلماتي. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سورة المعارف. استخرج من الآية ما يدل على وجوب أداء الزكاة. إذا في الآية، ها هي، والذي حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم، ها هي هنا، والذين يؤمنون حق معلوم للسائل والمحروم، إذا حق معلوم واجب. هنا قلنا أبحث عن مواقف من كرم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأقارن موقف أصحاب الجنة. إذا مواقف ديال الكرم سيدنا عثمان، مثلا هنا عندنا انفاقه في سقي الماء. لاحظوا هذه طبعا دي سيدنا عثمان بن عفان، انفاقه في سقي الماء شنو دار؟ اشترى بئر روما من رجل من بني غفار وجعلها وقفا على المسلمين في المدينه. نعم، ثم عندنا حاله اخرى، انفاقه في المساجد والشدائد. اشترى رقعه ارض مجاوره المسجد بواحد الثمن، ثم توسيع المسجد النبوي، ولم يترك غزوة من الغزوات إلا وتصدق بمال أو طعام. ترقبوا طبعا باقي الفيديوهات إن شاء الله.